مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. اهلا بيكم في اول لايف ليا على تليجراف مصر، واتمنى ان شاء الله ان هو ما يكونش الاخير. اهلا بيكم. عارفين طبعا ان الاحداث الرياضية اللي عدت بينا خلال اليومين اللي فاتوا دول احداث كتير وشافت كلام كتير جدا، سواء على السوشيال ميديا او الاعلام الرياضي المصري. تعالوا نبتدي بس نتكلم على اول حدث شغل الرأي العام المصري، وهاخد لكم الموضوع ببساطة شديدة جدا في 24 ساعة ايه اللي حصل. وانا هنا بتكلم عن موضوع ادارة ازمة حصلت في الرياضة المصرية او في الكرة المصرية، وهي ازمة الكابتن رمضان صبحي. اولا كابتن رمضان صبحي ده لاعب دولي، خلونا نحط دي ايه على جنب. اذا واحنا بنتعامل مع ازمة فيها لاعب دولي لازم المسؤولين يكون عندهم رؤية معينة او اسلوب معين في ادارة الازمة. الموضوع بدأ ازاي؟ كابتن احمد شوبير في احد البرامج الاذاعية بتاعته طلع قال يا جماعة في معلومة عندي بتقول ان في لعيب دولي بياخد منشطات. موضوع مبهم شديد، يعني شديد الوضوح ان هو موضوع مش عايز الكابتن شوبير يقول الاسم. فوجئنا بعديها بشوية ان الكابتن جلال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم طلع وقال يا جماعة اللعيب اللي كابتن شوبير يقصده هو رمضان صبحي. طب يا جماعة ده انت رئيس الاتحاد، انت رئيس اتحاد الكورة. واللي حصل بعديها بشويتين طلعت اللجنة او الناس اللي هم بيعملوا التحليل بتاع العينات طلعوا قالوا يا جماعة استنوا، عشان احنا الموضوع مش عملية ان الراجل خد منشطات، لا دي العينة نفسها كانت بايظة. خدنا احنا بقى قد ايه في الفيلم ده؟ 24 ساعة، كل الجرايد، كل البرامج، كل السوشيال ميديا، كل الناس اللي بتحب رمضان والناس اللي ما بتحبش رمضان قاعد يتكلم في الموضوع. هل في الوسط ده هل حصل اي نوع من ادارة الازمة؟ هل طلع حد قال لنا القصة من اولها لاخرها ويقول لنا الموضوع يا جماعة ان الراجل العينة بتاعته باظت او العينة بتاعته مش سليمة فهنعمل عينة تانية عشان ياخدها ويبقى ونعمل التحليل من اول وجديد؟ مفيش. وبعد شوية طلع نادي بيراميدز يقول لك ايه يا جماعة رمضان صبحي لاعب متميز جدا ولاعب ملتزم جدا ومش ممكن يعمل ده. هوب راح واحد طالع قال لك الموضوع ده كان من 8 شهور، طلع واحد تاني قال لك لا ده من شهرين، طلع بعديه واحد تاني قال لك يا جماعة ده الموضوع ده الماتش اللي فات. قصة ودوشة وكله شغال بيقول اللي هو عايزه ومفيش اي ادارة للازمة. طب الازمة حصلت منين؟ من الشخص اللي المفروض انه بيدير المنظومة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اللي طلع بكل اريحية وبكل وضوح يتهم لاعب دولي مصري انه بياخد منشطات دون ان يتحرى الدقة في الموضوع من اساسه. وبعد كده بيلومونا ويقولنا انتوا بتنتقدونا ليه؟ انتوا ليه بتقولوا علينا ان احنا مش عارفين ندير؟ وده بالظبط الفرق بين انك بتدير منظومة كبيرة ومن انك بتدير مراجيح مولد النبي. خش بقى على اللي بعده. هنكمل في مراجيح مولد النبي بس في التسويق. الموضوع اللي قلب الدنيا كلها، الاهلي والزمالك يلعبان مباراتي القمة في جدة والرياض. خبر يبدو من الوهلة الاولى انه والله ماشي قشطة. تعالوا بقى عشان نتكلم في الموضوع ده بأريحية تماما نشيل اسم الشقيقة العزيزة المملكة العربية السعودية من اي جملة مفيدة. بمعنى تعال تخيل معايا كده ان هذه هاتين المباراتين قرر الاتحاد المصري او اللجنة اللي بتدير الدوري المصري انها تقيم المباراتين في برشلونة ومدريد. ابعدوا خالص فكرة مصر والسعودية، وهي السعودية بتاخد كل حاجة في من مصر ليه، واحنا بنروح نعمل هناك ليه، والكلام اللي شيلوا الكلام ده من دماغكم خالص. تعالوا نتكلم على الموضوع ابسط من كده بكتير. هل حصل في التاريخ ان اي دوري في العالم لعب اكبر فرقتين فيه ماتشاتهم خارج حدود الوطن بتاعهم؟ ما حصلتش. ممكن تحصل في كاس السوبر، ممكن تحصل في بطولات ودية،
ممكن تحصل في كاس الدوله نفسه، ونقول ماشي عشان الصيطه وعشان الهيلمان اللي اتعمل على كاس مصر. لكن انك تيجي تقرر وتقول ان انا تسويقيا هروح اعمل المباراتين في السعوديه، لا. يبقى احنا محتاجين نتناقش بقى في موضوع التسويق. هو يعني ايه تسويق؟ يعني ايه انت بتسوق للسلعه بتاعتك؟ يعني ايه بتسوق لاكبر ناديين في البلد اللي انت بتدير فيها الرياضه او الكوره؟ يعني ايه تسويق؟ تسويق يا فندم انك تروح لدوله، وتعالوا نرجع خلينا مع الشقيقه العزيزه السعوديه، نروح لدوله زي السعوديه نقول لهم احنا عندنا قاعده جماهيريه كبيره جدا للانديه المصريه عندكم، خلونا نعمل استعدادات الموسم الجديد للأندية الجماهيرية المصرية مع بعض الأندية السعودية في المملكة العربية السعودية في إطار مثلا موسم الرياض اللي احنا بنحاول وبنجاهد معاهم ان احنا نخليه موسم ناجح، لان نجاح السعودية هو نجاح لينا ونجاحنا نجاح للسعودية. شيلوا موضوع ان في مشكلة بيننا وبين السعودية او الأزمة بيننا وبين السعودية، تعالوا نعمل البطولة دي ودية بين الأندية الجماهيرية المصرية وبعض الأندية السعودية، وتعالوا نشوف ايه المكاسب اللي حجلنا، ايه المكاسب اللي هترجع لنادي زي الاتحاد، زي الاسماعيلي، زي المصري، زي الاهلي، زي الزمالك، زي الهلال، زي الاتحاد السعودي، زي اهلي جدة. تعالوا نشوف ايه اللي ممكن نجنيه من ادارة بطولة بالشكل ده في المملكة العربية السعودية سنويا. هل الكلام ده جديد؟ هتلاقي ان برشلونة وريال مدريد بيعملوا الكلام ده، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بيعملوا الكلام ده، يوفنتوس وروما بيعملوا الكلام ده، لاتسيو وكل الاندية الكبيرة في العالم بتعمل الكلام ده. هتلاقيهم بيروحوا سنغافورة، بيروحوا اليابان، بيروحوا امريكا، بيروحوا اماكن كتير جدا. ده اسمه تسويق. لكن انك انت تقولي ان انا هلعب مباراتي الديربي المصري اللي بيتلعب على دوري اسمه دوري النيل، هروح العبهم في جدة والرياض، يبقى احنا محتاجين نفهم وجهة نظرك ونفهم انت تقصد ايه بالتسويق. وما ينفعش لما يطلع حد زي الاستاذ خالد بيومي المحترم للغاية ويطلع يقول وجهة نظره ويقول يا جماعة انا شايف ان الموضوع ما ينفعش ان الديربي المصري يتلعب في الشقيقة العزيزة المملكة العربية السعودية، وكفاية ان احنا بنلعب مباريات السوبر زي اي دولة في الدنيا، او حتى مباريات الكاس يا عم، رغم انها ما حصلتش قبل كده من اي حد غير احنا. لكن الراجل بكل ادب وبكل شياكة قال وجهة نظره. ايه اللي حصل؟ لقينا الناس كلها طالعة، الاخوة وللأسف ان هو اعلامي مصري برضو طالع بيهاجم خالد بيومي ويقول له اصل انت مش عارف ايه وانت ايه وانت ايه، ونلاقي حد كبير يشير الكلام بتاع الاستاذ او الاعلامي الرياضي مدحت شلبي، ونبدا نخش في ازمه مصر والسعوديه. كل ده ليه؟ عشان عندنا اللي بيديروا الموضوع بيديروه على انه مراجيح مولد النبي، وبيسوقوا له على انه مولد مش على انه رياضه، وعلى ان احنا ممكن نكسب كتير جدا من الرياضه. محتاجين نفهم يعني ايه ندير منظومه، ويعني ايه نسوق لهذه المنظومه، ويعني ايه نفهم معنى كلمه بلدنا واسمها الكبير، وازاي نسوق الاسم ده مش نخليه يعمل دروبات عند عقليات الشباب اللي بيسمعوا الكلام ده. مش كل الشباب هتفهم ان ماتش زي ده الاهلي والزمالك لما يروح يتلعب في اي حته في العالم، زي ما قلت لكم هنلعب الدور الاول في برشلونه والدور الثاني في مدريد، مش الشباب مش هيتقبل الكلام ده. ليه؟ لانه مش موجود في الدنيا. هو احنا بنخترع العجله؟ التسويق والماركتنج ليه اساليب معروفه في جميع انحاء العالم. احنا ليه مش عايزين نستفيد من التجارب؟ ليه مش عايزين نتعلم؟ ليه مش عايزين نتعلم ندير وننظم ونسوق ونكسب من الحاجة اللي احنا بنديرها؟ لازم نتعلم الفرق بين الادارة والتسويق في مجال الرياضة، والادارة والتسويق بس في المراجيح بتاعت مولد النبي.
واشوفكم في حلقة تانية لو هينفع نشوفكم تاني. سلام.